قصة مسلسل الجسر بتدور في فترة زمنية خيالية بعد نهاية العالم بسبعين سنة. فبعد السنوات الطويلة من الحروب اللي قضت على معظم مظاهر الحياة، اضطرت الناس إنها تعيش في تجمعات صغيرة بيحكمها أشخاص ما بيرحموش وبيفرضوا قوانين صارمة وغريبة على البشر. فبيقرر نوح إصحاب ابنه ناجي في رحلة مليئة بالمخاطر للمكان الوحيد اللي بيفتكر إنه آمن بالنسبة للطفل وكمان بالنسبة لمستقبله، وده طبعاً بالرغم من إنه لسه ما شافش المكان ولا عرف عنه حاجة أبداً. ومن بعد ما نوح ما فقد زوجته وبنته، بنشوف في أول حلقتين إنه بيقرر يعمل المستحيل علشان يحمي ابنه، وساعتها بيروح للجسر اللي افتكر إنه مكان آمن، وبيتورط في جريمة قتل بتخليه أكتر راجل مطلوب عند دليلة اللي هي بتحكم المستعمرة واللي بتلعب دورها نيلي كريم. ونيلي دلوقتي بقت موجودة معانا مباشرة على الهواء عشان نتكلم معاها أكتر عن دليلة ودورها في العمل. مساء الخير يا نيلي. مساء النور. قبل أي حاجة ألف مبروك، وكالعادة دايما أعمالك كلها بتكسر الدنيا، ومستنين نشوف النجاح للعمل إن شاء الله. يا رب يا رب بإذن الله. لسه ما اتفرجتش على الحلقة الأولى، عايزة ولا أنا لسه، بس متشوقة أن أنا أخلص الحلقة وروح أتفرج عليها على طول. أنا عامل كده برضه. وأنا معاكي نيلي. عايز أعرف مني، قصة مسلسل الجسر عموما بتدور في فترة زمنية خيالية بعد نهاية العالم بسبعين سنة، بعد سنوات طويلة من الحروب زي ما قلنا اللي قضت على معظم مظاهر الحياة، طبعا اضطرت الناس إن هي تعيش في تجمعات صغيرة بيحكمها أشخاص زي ما قلنا كمان ما بيرحموش. عايز أتكلم شوية عن دورك في العمل، الفكرة نفسها، وضحي لنا أكتر الموضوع. يعني الفكرة طبعا هي القصة بتاعت بيتر ميمي وإخراج بيتر. فهو الحقيقة بيتر هو اللي كلمني، فلما حكى لي القصة قلت له بص أنا معاك. طبيعي بيتر ميمي اللي هتعملي شخصية مختلفة خالص ما عملتهاش قبل كده. فأنا عجبني الزمن والفكرة والقصة، إن خلي بالك الشخصيات اللي هي زي شخصية دليلة في الزمن ده بيخليكي تعملي حاجات غير تقليدية وتسرحي بخيالك في الأداء وفي الفكر في حاجات كتيرة قوي. بتديكي حرية، بتتحرري من حاجات صحيح. كتيرة قوي. طب عايزه اتكلم معاكي عن دور الشر بالتحديد اللي انت بتقدميه، احنا بنشوفك بشكل جديد، شكل مختلف، شكل ما تعودناش عليه. يعني هو بصي هو الشر اللي انتوا فاهمينه، يعني لسه ما اتفرجتوش، لما تتفرجوا الاول بقى كده تشوفوا شر ولا مش شر. يعني احنا ممكن نكون اتخدعنا من اللي شفناه اوريدي. ما اعرفش، يعني انتوا حد يقول جمله شر، فايه يعني هنشوف. يعني اصل خلي بالك يا شخصيه دليله شخصيه مركبه. هي أنا ما أقدرش أقول إن هي شريرة، هي بتحكم المستعمرة بتاعتها علشان تحمي الناس اللي معاها، تحمي الناس اللي حواليها، تحمي المستعمرة بتاعتها. فأحيانا الواحد عشان يحمي الناس اللي معاه بيضطر يلجأ لعنف. فأنا بس ببرر الشخصية طبعا عشان أنا حباها جدا. طيب. لسه هنشوف هل دليلة شريرة مش شريرة، ده سيبوا الجمهور يحكم. طب نيلي احنا شفنا معاكي زي ما بقولك، يعني يمكن احنا اتخدعنا من اللي شفناه، مش خايفة من ردود الأفعال؟ مش خايفة ان الناس دايما اتعودت على نيلي كريم في دور الطيبة البريئة الحنينة الغلبانة المقصورة نوعا ما؟ انا السنة دي بتهيالي لو ناس متابعاني، يعني في اختلاف كبير. عملت كذا حاجة لمنصة شاهد وهم كلهم أدوار يعني رايحة في اتجاه مختلف خالص. يعني لسه كنت مخلصة حلقة مع إياد نصار، يعني الكلام ده كان من شهرين تقريبا، يعني كنت عاملة شخصية جديدة خالص اللي هي روز. يعني تقدري تقولي كده التالت قتلة، كانت مخيفة. أنا شفتها فيها سايكوباتية شوية، صح. يعني في سكة تانية. فأنا السنة دي غير اعمال رمضان طبعا بحب اعمل اكسبيرمنت لحاجات مختلفه خالص. يعني طب نيلي عايز اعرف الدليله كده فعلا، هو احنا شفنا حاجه مختلفه، انا شفت طبعا كمان العمل اتكلمنا عليه دلوقتي. عايز اعرف منك، امبارح كان معانا لقاء مع الفنان عمرو سعد وقال لنا من الحاجات اللي فعلا شجعته جدا وحمسته على العمل هو ان انت مشاركه فيه، وانه من اخراج بيتر ميمي كمان. حابه النهارده تقولي له ايه من خلال تريندينج؟ والله انا اتشرفت بشغلي مع عمرو. عمرو ممثل استمتعي تشتغلي معاه، يعني انا لما كنت بروح التصوير وفي مشاهد انا مش موجوده فيها وعمرو موجود، انا كنت بقعد على المونيتور واتفرج عليه واشوفه هو بيمثل ازاي. وصراحه انا انبسطت، في كيمياء بينا فظيعه وفاهمين بعض كويس قوي، وعندنا مشاهد اكشن وعندنا مشاهد كتير حلوه مع بعض.
ثقافة عمرو بحبها قوي يعني، وده مهم قوي برضو. عارفة لما تقعدي تحس ان الممثل اللي معاكي احنا فاهمين احنا بنعمل ايه، عايزين ايه اللي عايزين نوصل له. فانا حظي حلو بجد، محظوظة ان انا اشتغلت مع عمرو العمل ده، ويا رب اتمنى اشتغل معاه كمان افلام بقى سينما ان شاء حاجات الله تانية. يا رب. وبالتأكيد بيتر ميمي انا اشتغلت معاه مرة في فيلم كاسابلانكا، ودي تاني مرة نشتغل مع بعض، ويا رب نكرر برضو التجربة دي. بيتر مخرج ممتع، صح. بيسيب الممثل يعني بيسيبه على راحته. شوف انت عايز تعمل ايه، انت عايز تعمل المشهد ده ازاي، فده بيبقى مهم قوي ان المخرج ما يقيدنيش، ما يحسسنيش ان انا ملزمه بطريقته هو بس، لكن بيخليني انا كمان افكر اعرف اعمل الشخصيه دي ازاي، ابدع فيها ازاي، او انا شايفاها وجهه نظري ازاي. فده بالنسبه لي مهم قوي. اكيد طبعا. طب نيلي، عايزه اتكلم معاكي عن عنوان العمل، الصراع نفسه ده سميتوه الجسر، ليه اتسمى الجسر، وايه اللي بيحصل على الجسر بالظبط؟ هي فكره الجسر ان حتى يعني في البرومو انا شفت كله عايز يروح الجسر. البني ادم بطبيعته عايز يروح مكان ما يعرفوش. البني ادم بطبيعته دايما حاسس ان الحاجه اللي هي ما يعرفهاش احسن بكتير من اللي هو فيها، دي طبيعه البني ادم. فالجسر ده اللي هو مكان اللي كل الناس عايزه تروحه، حاسين ان الحياه هناك هي دي، هو ده الهدف. هنوصل لفين، هنعمل ايه بالظبط؟ اكزاكتلي، عشان كده انا حبيت افهم منك. ودليله بقى عشان عارفه الجسر ده بيودي فين. فهي ضد الجسر. حبيت. طب انا انت شوقتيني على فكره، خلص الحلقه جري بجد واروح اتفرج على المسلسل معاكي على طول. اللي قبل بجد، قبل اي حاجه، لا هتنبسطوا جدا بجد. هو احنا فعلا استمتعنا لما شفنا، لما انا اتفرجت قلت ايه ده، احنا الديكور الحقيقه لازم اشكر مهندس الديكور احمد فايز، بجد عمل شغل رائع رائع رائع. والمستعمره دي عايزه اقول لكم يا جماعه، ده ديكور مبني كامل. واو. مدينه كامله مبنيه بطريقه خرافيه، والواحد لو موجود في الديكور ده هيحس ان هو في مدينه بجد، مش مجرد اركان ولا حاجه، لا ده الموضوع كبير قوي، وكل حاجه كانت معموله بطريقه مختلفه. العربيات، الموتوسيكلات، اي حاجه ليها علاقه بالمستعمره او بالفتره الزمنيه دي. اللبس كان رائع، كل حاجه كانت مدروسه ومعموله بشكل رائع بصراحه. صحيح. انا عشان كده بقول لك احنا حتى لما شفنا البرومو يعني انبهرنا بصراحه، ان كان من الناحيه الانتاجيه، الاخراجيه، التفاصيل اللي احنا شايفينها، يعني عشنا الحاله معاكم من خلال البرومو اللي احنا شفناه. فببارك لك مره ثانيه. اكيد يعني عايز اقول لك الجرافيكس قليل قوي في الـ في الـ في المسلسل. لو الناس هتفتكر ان في حاجات معموله جرافيكس بالنسبه للديكور ولا حاجه، لا ده كله ده طبيعي. حبيت. طب نيلي، خلينا نروح معاكي كمان لمسلسل تاني جديد المفروض يكون في رمضان بعنوان فاتن امل الحربي. عايز اعرف منك، هل ده الاسم النهائي ولا مؤقت؟ بص، هو لحد دلوقتي اعتقد يعني. بس لو الانتاج حابب يغيره، انا انا دايما متفائل. استاذ جمال عدل دايما عنده تريكات كده مختلفه. طب نيلي، انا طبعا في ختام حلقتنا النهارده، في ختام لقائنا اكيد معاكي النهارده، بشكرك جدا، ومره تانية ببارك لك على العمل، واكيد هنتابع حلقاته كلها معاكي. جدا، ويا رب تستمتعوا وتنبسطوا، لان احنا فعلا اشتغلنا من قلبنا وتعبنا في العمل ده جدا، وعايزه اشكر كل صناع العمل ده. شكرا ليكي انت يا نيلي، والف مبروك مره ثانيه. ميرسي جدا ليكم. ثانك يو حبيبتي. مع السلامه. باي باي.